السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم يا زينات يا العذرات يا الفحلات يا الشطرات. وش راكم؟ قولوا لي، راكم بديتوا تحضيرات العيد ولا مازال؟ ميناج وتزرزيق والرغاوي بديتوا ولا مازال؟ انا هاد لا فيديو تاع اليوم على بالي بلي تحبوا هكا لي روتين تاع التنظيف والام وين راح نحك وين راح تتفاصو. لا روتين تاع اليوم على بالي بلي راح تعجبكم، فيها بزاف تحضيرات اللي درتهم للعيد من كل فن شويه. هنا بديتها لكم بصباح بيان سور، كي شربت القهوه تاعي مع هذو لي مادلا. هذو لي مادلا يا البنات درتهم وخليت لكم لا روسيت في الانستغرام. اللي مازال ما ابونيتش في الانستغرام غير تروح تابوني، بيسك لي روسيت يكونوا دائما تما قبل اليوتيوب. خرجوا لي واحد لي مادلا يا البنات بزاف بنان وهايلين وخفف ويقطعوا لكم كميه كبيره. دونك لهنايا كما راكم تشوفوا، ما نكذبش عليكم، عاوني الزوج، كنت معاه يد باليد والله العظيم، غير عاوني. شفتوا هذا البلكو تاعي كيفاش راه في حاله مع هذاك التراب اللي طاحتو كل خطره نس ايماجين غير سيقتو يا البنات. العشيه في العشيه هذيك عاود هذاك التراب ثاني طاح مزيان، ما ولاش كاع هكا بصح ولا غير عاود طاح. دونك هاد التراب مرقها لنا كامل. شوفوا هنايا وجدت النظاف، وجدت الام واسمو الصانيبو، وبدا راجلي في البالكون والله غير عاوني مسكين، ربي يحفظه لي ان شاء الله ويخليه طايج فوق راسي. غير هو اللي سلكني، قلت لكم بدا لي في البالكو، قال لي انا راح ندير البالكو بيسك عنده بزاف الغبرايتو، وخرج لي كامل الغبره هذيك. وانا حكيت يعني من الداخل الزجاج، هو دارو كامل من برا تتفاصو، غير تيو غير بلاصينا تيو بدينا، بس البيدون والله ما يسلك يا البنات، غير بالتيو ودرت كلش. ومن بعد البنات على بالكم كي تغسلوا هالزجاج من بعد ينشف، شفتوا كيفاش يولي؟ يسمى لازم تبعولو بال واسمو بهكا بال بهذا واسمو بهذا تاع امير والنشاف، تنشفوه كامل، تنحو هذوك اللي تراس. دونك عاودتلو كامل بس كان في حاله ما تق... ما نجلسي يقراه ونحينالو الغبره، بصح لو كنت تشوفوا اللي تاش اللي بقاو عليه من الماء كارثه. دونك لازم عليا نعاودلو كامل بهذا البرودوي. ومن بعد جوزت الصانيبو على شومبرتي كامل. هذا البلو تاع امير عنده واحد الريحه يا البنات شحال تقعد، بزاف بزاف هايل وعجبني. قلت لكم انا المتاع شومبرتي جوزتهم كامل من الدروج اللي شفتهم في الاول، بصح والله يا البنات ما قدرتش نفيلمي بزاف، فسولتو كي عاد الراجل يعاونني قال لي ودي نحيلي هذاك التليفون خليني نخدم شغلي ولا نروح. بعد غير خطفت هكا مقتطفات، ما حبيتش نزعف ولا. ومن بعد تلك البنات وليت لاصال دابا، رشيت لافابو كامل بهذاك البرودوي اللي شفتوه، وليت للتواليت تاني حاشاكم درت لها النظاف. حنا شوفوا عندنا بروبليم تاع الماء، الماء دي فوا تاع البير تاعنا اسمو نقار، حنا بالقبايليه نقار سي لوغ نوامن جوغ، دي فوا هذاك التراب يجي مع هذاك الماء، بعد التواليت تولي لي كامل صفرة ولا مارو بهذا بهذاك تاع التراب. دونك دي فوا ما يتنحاش حتى نديرلو النظاف باش يتنحى عليه. وكي كملت البنات مسحت كامل هذا الكوتي اللي جاي من الفوق وحكيت المرايا، راني نرجع هذو لي برودوي اللي نستخدمهم، رجع تتفاصو كل ما ندير جهه نرجع لها حوايجها هكا باش ما تخربليش. ومن بعد هنايا وليت للارض، درت عليها الام والجافيل كامل. هنايا كيما شفت ديك البلاصه الصفراء درت لها شويه نظاف، بعد دوكا درت لها الام، راح نحك كلش كيما راكم تشوفوا ونجبد. تتفاصل الارض تاعي سهله بيسك جايه لا دال سول، دونك سهله في المساح. بعد يا البنات كي كملت لازم ندير شويه صانيبو يا اختي باش نشم ريحه تنقى. درت صانيبو،
وجوزت كامل النشاف. دوك راح نرجع الطابيات تاع لار اللي نديرهم للدوش، راح نرجعهم كامل و سي بون. هاكا نكون يعني كملت هنايا من الفوق، ومن بعدا يبقى لي بالتحت يا البنات الصالون والكوزينه. اصلا برسك راهم نقيين، كل يوم راني فيهم وكل يوم راني نمسحهم. دونك راح نعاود لهم غير شويه نمسحها كامل فوقيتو. ودوك رايحين نروحوا للكوزينه، عندي تحضيرات واحد اخرى لازم نديرهم. هكا ثاني راح نوريلكم الكاطو اللي شوفوا البنات الكاطو ما درتش في الدار، سي بون ما قدرتش دونك ما درتش. راح نوري لكم الموديل اللي وسمو اللي شريتهم، والله غير بزاف هايلين، والبري بزاف هايل ثاني. ولكم ما نحكي لكمش، وحده تديرهم في الدار ما شاء الله. نقا ولا فورم تاع الكاطو والذوق كلش. ومن بعد لهنا يا البنات، وكما قلت لكم وليت للكوزينه واش راح نشارك معاكم. قلت لكم اليوم روتين تحفيزي بامتياز، غير نوضوا ديروا شغلكم وديروا الميناج. هنايا الزوج جاب لي شويه اللحم والدواره، كما هاد العام ما رايحش نذبحو، دونك جاب لي من كل شويه شويه كبده شويه دواره اللحم لي زوندركوت، فهمتوني اسم، جاب لي من كل شويه وجابهم على بكري. على بالكم احنا لي زالجيريان لو كان نبقاو النهارات الاخرين من القوة والو. ديجا راني يعني حاب يزيد لي ليكويس، باش هكا نهار الاول راح نقول لكم واش راح نطيب. نهار الاول قلت انا راح ندير طعام باللحم، راح نديرو مفور وشويه لحم، راح نحطو بيان سور في القدره تاع المرقه باش يخرج لي بنين، والاخر راح نمارينيه ونديرو مفور. وفي نهار تزاوج تاني عيد راح ندير الروز مع ليكويس في الفرن. ايماجيني ومازال ما لقيتش ليكويس، راني ندور ما راح وقيلا ما راحش نلقاهم. مزيان اللحم راني لقيته وجاب لي على بكري، دوكا راح نجمعو كامل راح نغسلو. لو تقولوا لي اللحم ما يتغسلش، بس كاين اللي ما يغسلوش اللحم، بصح انا يا اختي ما نقدرش، بالك هذاك الموس اللي قطعو ماشي نقي، بالك ما ينقيش الموس تاعو، انا ما نقدرش يا اختي. نقيه نغسلو، يتغسل ولا ما يتغسلش انا المهم نغسل. تتفاصو راح نغسلو كامل ونجمعو داخل لي ساشي ونحطو في الكونجيلاتور. هكا نهار اسمو نهار الجمعه، نهار الجمعه انا دوكا الجمعه راح نحط لكم هاد لا فيديو، معليش بس كان فيلميتها من قبل. راح نجبدو باش يدي كونجلالي ونمارينيه، نمارينيه بيان. ماشي نهار الجمعه، السبت ما راح نمارينيه في السبت تو، ونخليه حتى لحد الصباح صبيحه تاع العيد راح نطيبو. فوالا هنايا راني قاعده نوري لكم كامل واش جاب لي. كيما على بالكم هذا العام كلش راه غالي، الكباش ما تقدروش تسوموهم، ما تقدروش تسوموهم، لمن استطاع اليه سبيلا. دونك كل واحد يا البنات بمقدوره، كل واحد بمعنوياته، كل واحد على واش راه قادر، على واش راه قادر يخدم. فوالا لهنا يا البنات راح نبدا نغسلهم كامل كما قلت لكم، ونجمعهم. ومن بعد نروح للدواره، خليتها هي الاخرى نقيتها واحد التنقيه يا البنات، الشعره ما فيهاش انا ما نقدرش، سوتو الدواره ندير لها جافيل ما نقدرش، لازم نقيها طري طري بيان، ونعاود نغسل حتى تخرج لي بيضه. دوك تشوفوا كيفاش راح تخرج لي، ونقطعها كامل ونديرها ثاني داخل لي ساشي. غير يجوز هكا العيد 3 ايام 4 ايام نطيبوها. كاين اللي يطيبوها في العشيه تاع العيد، الصباح يكونوا الكبده مع الفريت، والعشيه يطيبوا الدواره وزلو فيتو. حنا ما نقدروش يا اختي، حنا ماشي هكاك، ما نقدروش ناكلو كلش ضربه واحده. صباح ناكلو اللحم ناكلو، بعدا في الليل ناكلو وسمو الدواره والبوزلوف. لا لا نخليوهم هكا سمهنا ولا طرواج وركرجور، نعاود نرجعو ليهم ونطيبوهم. وكيما شفتوا البنات يعني لسي بون كملت من اللحم وجمعته تهنيت منه. جيت للدواره مولات الشغل لك في الاول يا البنات، جوزت عليها كامل الماء، نحيت لها كامل واش كاين فيها. ومن بعد جبت هذيك البلاكه اللي نقطع عليها، وبديت نقي هذاك الصفار كامل اللي يجي لاصق عليها، والشعيرات الصغار اللي نلقاهم ثاني لصقوا. راح نحي كلش، راح نرجعها بيضه حتى نقيتها كامل. درت لها شويه الجافيل هكا باش اونكاو، قلت لكم راني نخاف، درت لها شويه الجافيل. ولها غير كاين اللي يديروا لها شويه ايزيس غير شويه،
ومع الجافيل هذيك اللي عندها بزاف الريحة ولا غسلوها نورمال. بصح انا درت لها غير الجافيل، شوفوا لي كيفاش راني نقيها. قلت لكم تبعتها كامل هكا، ومن بعد عاود في المرة الاخرى كي درت لها الجافيل تاني غسلتها وقطعتها. شوفوا لي البنت لهنا كيفاش رجعتها، تولول 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 راهي بيضة بيضة، هي بلوندة. المهم كملت هذا، قطعت وحده والاخر قطعت واسمه الدوار، قطعتها وحدها. كل واحد راح نجمعو دوار راح نديرها وحدها مع المريقة تاعها، وهذا راح نديرو وحده في كاش جواز ولا سواء، ما راحش نديرهم كيف كيف. دونك راح ندير لها شوية الملح، احنا هكا نجمعو نورمالمون. المهم هذاك اللحم اللي جمعته راح نديرو الملح، بصح بما انه راح نمارينيه ونخليه يبات، دونك ما حبيتش ندير له. هذو ما راح ندير لهم شويه ونجمعهم. فوالا هنا كما راكم تشوفوا خرجوا لي زوج ساشي تاع دواره وساشي وحده تاع هذا، او سي بون. وكي كملت منها رحت لهاد الميكرووند، حبيت نطوي شويه الميكرووند والفرن تاعي راهم في حاره مقلبين ومقلبين تتفاس على بالكم الميكرووند تلمو نستخدموه بزاف ونسخنوه. دي فوا كي نسخنوه من الداخل لهذاك هذوك البقع يروحوا كامل للفوق ويروحوا لهذو راح يقطع الميكرووند. كي نسخنوا بزاف حاجه وتبدا تطرطق في الداخل، دونك يتشلبق كامل لهذو الحوايج تاع الميكرووند. صافي ولي كارثه. اي رشيتو بكامل هاد البرودوي كيما راكم تشوفو، راح نمسحو كامل ونعاود ثاني نشلو بالماء ونعاود له بالبابيي. وكي كملت من الداخل بيان سور من برا ما لازمش ننسى، سورتو من برا تلمو جاي نوار. كنت تشوفوا لي الطاش اللي يكونوا عليه كان تغفلوا عليه يولي خردة من الفوق، دونك ما نقدرش كاع واسمو ما نقدرش كاع نطول عليه. درتو كامل هكا بالحكيتو. بعد البنات ما قدرتش نصور لكم عليها باسكو هو جاي مرايا، نبان بزاف. دوك راح نحط لكم هكا ايموجي باش ما نبانش. بالنسبه لهذوك لي طاش اللي راكم تشوفوهم، هذوك جايين من الداخل ما قدرتش نحيهم. مام هذاك الزج اللي جاي من الداخل زعما قلت بالك يتنحى ولا كاش ما نحيهم، بصح ما يتنحاوليش يا البنات ما نعرف. هذوك لي طاش هكا لقيتو هذا الميكرووند. وكملت ثاني البنات الفرن تاعي من الداخل ومن برا. قلت لكم هذه الخطره والله هملت كل حتى جا العيد وبديت يد لهنا ويد لهيه. كما راكم تشوفوا كملتها كامل من الداخل ومن برا. كملت ثاني الفريجيدير تاعي من برا، من الداخل كان نقي غير كيما درتو. دونك من الداخل هذا ما هملتوش نورمال بس كذا يتوسخ رابي دمون بلوس مع الماكلايت، ولازم يكون نقي هذا، لازم نديرو كوراج ونديروه ماشي كيما ديفو الميكرووند والفرن ولا غير نعجز لهم. مسحتو كامل من برا باش نلصق له هكا ليتيكات شريتهم، عندي مده ملي شريتهمش ملي شريتهم وما درتهمش، قلت حتى العيد ان شاء الله نديرهم. ايا كي مسحتو كامل ديت نلصقهم كيما راكم تشوفوا. عاد تقدروا تلصقوهم في اي بلاصه من فلافايوس تاع الكوزينه ولا، بصح انا خيرت نديرهم فوق الفريجيدير. شوفوا البنات كيفاش خرجوا لي بزاف شابين وهايلين. قلت لكم خيرت هذا الموديل، كاين عندهم بزاف لي موديل هذوما لي تيكات، بصح انا لقيت هذاك النهار لقيت هذو وشريتهم.
شوفوا جدولي النص في الفريجيدير، دوكا راح نولي الكاطو اللي درتها. شوفوا لي الكاطو تاعي الشابة والهايلة يا اختي، قلت لكم درتها هنايا عندنا وين نسكن، عند وحدة تخدم في الدار. الكاطو تاعها بزاف هايلة، درت من عندها في العيد الصغيرة، دوكا راني عاود درت من عندها في العيد الكبيرة. جاية معسلة والروعة. كنت تشوفوا الداخل كيفاش راهي، وحدة عندها كراميل، وحدة عندها حشو تاع نواة كوكو تتفاصه، راهي محشية وبنينة وهايلة. قلت لكم خدمة تاع الدار، درت من عندها 3 كيلو، يعني على بالكم العيد الكبيرة تاع اللحم ماشي تاع الكاطو، دونك ما كترتش بزاف. وهذه هي لا فيديو البراند، ان شاء الله تكون لا فيديو عجبتكم، ان شاء الله يكون روتين تحفيزي حفزتكم باش تنوضوا ديروا شغلاتكم. صحة عيدكم، ان شاء الله تعيدوا وتزيدوا بالصحة والهنا. الى الفيديو القادم ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه. باي باي.